السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة ترموميكس كويزين الماروكان مع فاطمة. كما كتشوفوا وصفة جديدة على الشاشة، غادي ندير معكم غلاس. هاد الغلاس اللي راه هو ساهل مهل. أي سيدة أو أي مبتدئة في المطبخ ديالها تقدر توجد هاد الغلاس لعائلتها وتفرحهم بيه، علاش لا. أنا دائما كنقلب على الحاجة بسيطة وسهله اللي نقدروا نديروها بلا ما نعكزوا. هانتوما تابعوني مع المقادير وكيفيه التحضير لهذا الكلاص هذا، وخاصه ماشي غير الفخاز، يعني تقدروا ديروه بجميع الفواكه اللي كتكون عندكم في المجمد. علاش لا، كل مره تنوعوهم بشكل في النوع ديال الكلاص. هانتوما معايا. كما كتشوفوا بالنسبه لهاد الكلاص ديال الفخاز، غادي نحتاجوا عندي هنايا 700 غرام من الفخاز اللي هو كونجولي. كما كتشوفوا كتغسلوه تقطعوه طريفات وديروه في الكونجيلاتور. اون فوا كيجمد ديروه خليه ليله كامله، ولا خليه واجد دائما. اون فوا كتبغي محتاجه ديري شي كلاص كتلقاي لي فخويا عندك واجدين. هاد لا كلاص اللي هو غادي ما نحتاجو فيه لا كريم سائله لا كريم شانتي لا بيض لا والو. غنحتاجو العسل، جوج معالق ونصف من العسل، دانون، غادي نحتاجو دانون كاس ونص، وعلى بركة الله. غادي نديرو في الترموميكس، غادي ندير لي فخاز لي هما كونجلي، وغادي نضيف عليهم دانون طبيعي او دانون اللي عندكم ديال التوت او الفخاز ممكن تضيفوه. انا عندي هنايا علبه ونص اللي درت ديال دانون، وغادي نضيف كذلك معلقه او جوج معالق كبار ديال العسل. بغيتو تضيفوا انا راه نقص من الحلاوه، ما تجيش يجي حلو بزاف، لان هذا غادي يجي طبيعي ما فيهش لا سكر لا والو، يعني غير الحلاوه ديال الفخاز. ودوك جوج معالق كبار اللي غادي نضيف ونص ديال العسل كيجي مع، من بعد غادي نضيفوا له السيرو اللي غادي يكون حلو، يعني باش ما يجيناش الكلاص حلو بزاف. وانتم ليكم الاختيار، كديروا على حسب الذوق ديالكم. الا عندكم وليدات كيبغوا الحلاوه، راه ماشي بحالنا حنا اللي كبرنا شويه على الحلاوه. غادي نديرو غادي هاد ثلاثة ديال العناصر اللي هما فقط اللي غادي نحتاجو في هاد لاكلاص. كيجي هائل وسهل، واي وحده تقدر ديرو، زعما ما فيش شي حاجه اللي راهي غادي تعكزك باش ما ديريش. غندير تيوربو بالنسبه لي عندهم ترموميكس، كطحنوه بتيوربو سكوند، وانتم كتبقاو ديرو تعاودو حتى كتسمعوا ما بقاش داك الصوت كتير. بالنسبه لي عندها اي اله كهربائيه تقدر ديرو طحنو بشويه بشويه كذا حتى كتشوف الفخاز بان كله تطحن على الطريقه هذه. كما كتشوفوا كتقلبوا، انا غادي نضيف له شويه، باقي لي واحد الحبه شفتها مازال ما طحناتش. غادي نعاود نطحنو، كتقلبي بحال هكذا باش ما تبقاش لك شي وحده، حيت كيكون جامد كيكون قاصح. بالنسبه للسيدات اللي عندهم غير اله كهربائيه عاديه، تخليها غير حتى يبغي تطلق شويه باش يجيها سهل، باش ما تخرجش على الموس ديال الاله اللي عندها باش غادي تطحن. ماشي غير تخرجوا وتطحنوا، تخليه حتى يقرب يتطلق شويه باش يجيها سهل، وصافي ديك الساعه كطحنوا، لان من بعد غادي يردوه الكونجيلاتور.
كان نستمر على هاد الطريقه هادي وصافي، وغادي ندير له توربو باش غير يتحل ديك الحبه اللي شتها باقه مازال، وغادي نحبس. ها نتوما معايا. هانتوما هذا هو الكلاص تاعنا، هو في ساعه وجد، يعني ما كياخذش معانا الوقت بزاف. غادي هكذا كيجي، شتي كيفاش كتجي؟ كيجي هائل، يقدر الواحد يستعملو حتى هكذا، كيجي بحال موس موفراس، كيجيكم هكذا مزيان. دونك دابا كديروه في واحد العلبه اللي هي ممكن تدخلوها للثلاجه، يعني الفريغو، ديروه في المجمد. كان نقادو ديك لابواط مزيان باش ما يبقاش لنا الهواء فيها. كنقادو الفخاز ديالنا يعني الكلاص، وغادي نديرو في المجمد. غادي نخليه ساعه حتى ساعتين وتقدروا تستعملوه. بغيتو تخليوه ليله كامله ممكن، هو غير كيتجمد شويه باش كيجيكم ساهل حتى في ملي تبغيو تحطوه وتشكلوه على دي بول. ها نتوما معايا، ان شاء الله ملي يجمد انا غادي نوريكم الشكل النهائي ديال هاد الكلاص. تابعوني. كما كتشوفوا ها هو خرجتهم بعد ما حطيتو خليته ليله كامله. ممكن تقدروا تخليوه ساعه ولا ساعتين ولا كاع ثلاثه سوايع وتجبدوه، يعني عارف كيجمد شويه يقبط راسو وتحطوه. ها نتوما تابعوا معايا تشوفوا الشكل النهائي ان شاء الله. هذا هو الشكل النهائي، يعني كنحطوه هكذا لي بول وتحطوه كما بغيتو. ودابا كنزوقوه بالصوص ديال الفخاز، هذه اللي كانت عندكم متوفره، سينو بلاش تقدروا تزوقوه باي حاجه اللي هي موجوده عندكم. هاد لاصوص كتجي كتاخذوها كتباع في المحلات ديال الحلويات، كتكون عندهم بثمن يعني بسيط، وكتبقى عندكم اشاك فوا كتبغيو ديروا شي كلاص كتنوعوا، كاين شوكولا كاين فخاز كاين كراميل، كتشكل اللي درتو كتحلو به وكتزوقو به، تضيفو إضافة كتجي زوينة على لاكلاس. وانتوما ليكم الاختيار، تضيفو أي حاجة كيما بغيتو كيما انتوما كتبغي تشوفو الحاجة بالذوق ديالكم. هانتوما هاد الكلاص راه تقدروا ديروه باي فخوي، يعني يكون عندكم بنان قلبي طيب ولا هذا، نقطعوه طريفات ونخليوه، حيت بعض المرات كيبقى عندنا لي فخوي حتى كيضيع، لما نقطعوهم مربعات اولا دي مورسو كيما، المهم يكونوا شويه صغار على حسب اش من اله نتوما عندكم واش تقدر تستحمل داك الجهد ديال الفخوي الا كان كونجلي. من الاحسن يتقطعوا صغار ما يكونوش كبار باش حتى الموس نحافظوا عليه، يعني من هذه الناحيه هذه بالنسبه حتى كاع الترموميكس نحافظوا على الموس ديالو، ما نخليوش بحال دابا حبه ديال الفخاز كبيره ولا مورسو كبير ونعطيوه الدرك، يعني مع الوقت راه غادي يعيق. يعني من الاحسن قطعوه باش حتى نتوما كيجيكم ساهل في الطحين. ما هو بالنسبه للموس راه اضافه اخرى جديده، كان بان ملي كديري لي كلاصون ولا شي حاجه راه كيتزيد كيتمضى، يعني كيمضى بحال الا كي باش كيولي ثاني ماضي مزيان، يعني ما غاديش تخافوا منه، غير من الاحسن يكونوا دي مورسو صغارين بالنسبه للناس اللي عندهم اله عاديه كهربائيه.
وهانتوما الى عجبكم هاد لا فيديو جربوه وحطوا لي في لي كومونتير شنو تبغيو ندير معكم وشنو الوصفات اللي نحضروا، وان شاء الله مازال غادي ندير معكم اشكال اخرى من المثلجات لان احنا مقدمين على الصيف وعلى الحراره والواحد كيحتاج بحال هاد المبردات. كنتمنى ما نكونش ثقيله عليكم في هاد الفيديو، وكنتمنى تكونوا استفدتوا معايا، وبالصحه والراحه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. دائما مع تيرموميكس كويزين ماروكان مع فاطمه.